تشكيله احنا نسمي تشكيله. طيب لا تدخل بس من عندك من توقعاتك كتشكيله؟ التشكيله شوف شوف انا اقول شوف انا انت عدل انا العويس حارس حلو؟ ايه القلوب الدفاع عندك بليهي وبريكان حلو بريكان مو بليهي وبريكان بليهي وتنباكتي هو يقول ايه حلو بعد واضح هو يقول حلو واضح انا اقول لك شيء ايه انا محتاج اتوقع زيك انا بروح اشوفها يعني يا ولد انا اقول توقع خلاص خلاص طيب 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 طلبه 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 طيب لا 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 سماعه بنيا عاد في بنيا ما عنده لا واحد كلش ما توقعت نواف عند المباراه لا تقهرني شوف 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 الحقود جنبك البعير 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 والله انك بعير يا حاتم والله انك لا بعير. تروح ليه ليه وانا لا ليه واخذ لي ساعد بعد شوف 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 دايم خذ الحكمه من افواه الحين دي احب اسالك سؤال لو جتك ضربه براسك تروح اي بروح ها راح قبل نلعب ببر مجمع على دربي ذا الحين وطبي مجمع الرؤية يلف في راسي اروح تبغون شيء صدق طيب والله إيه؟ نبي فرقات والله لو شوف لو تجي مباراة وخسرني اني لا تمرمط فيك تمرمط نواف انا عندي طلب انا عندي طلب لبيه انت تامر انت ما الله بس اذا رجعت لا تسولفوا لنا ابشر خلاص اسكتوا وكنا عايشين الريالتي مع بعض لا بخش وكنا وصلنا 53 يوم ان احنا بيجي احنا رحنا هناك حتى من الطفش جينا عند الزايدي عارف اني اهم شيء انكم تسوون فعاليه والله عاد شيء حاتم المطعم شيك على الحسابات يلا يلا مش باقي بعد خلينا نحل شوف طيب يا اخي ما علمنا التشكيل انا قلت لك ها هنا انت خلاص ها نمسح تبي كنو ما بي انا هذه تشكيلتك ما لي دخل انت تقول لا انا اقول لك سو تشكيلتك خلاص انا اقول تشكيلتي كنو حلو وسلمان عندهم كوتيتا شوناطا وعندنا احنا هنا اليسار اليمين بريكان حلو خلاص خلص ما تبي الحمد لله خلص لا باقي ما خلص باقي هجوم طيب حلو حلو البريكان محور لا هنا هنا طرف قصته طرف يمين طيب حلو هنا شو اسمه ابي لي واحد من تبي محور خيبري 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 يلا يلا اي والله خيبري صح وهنا يطلع عمر سالم وهنا بقينا بريكان وقدام هنا بالنص حبيبي بريكان ما ينفع جناح هذه اول نقطة وين تحط هاجم؟ يا مهاجم ولا خله على الدكة طيب من تحط من تحط يمين؟ احط يمين لو انا مكان مدرب قدمت سعود عبد الحميد وحطيت سلطان الغنام يمين لا هذه خلص سعود جناح شفت هذه تسويها يمكن نص الشوط الثاني صح؟ ما ينفع ما ينفع بديت بداية المباراة لا تتسواها مع مدرب في النصر حط سلطان غنم طرف ماني بحط سلطان طرف احط سلطان ظهير سلطان ما يقدر يعدي احط ظهير سلطان ما يقدر يعدي هاي شوف عودنا في الشخص على خلاص سلطان اسرع واحد في الدنيا مضبوط بس احط سعود عبد الحميد جناح واخلي سلطان سعود عبد الحميد ما يصلح جناح بدايه المباراه انا معك كلامك كان اتفق كان طبق كان طبق على المحور لين طفش ما هو بجناح المحور لين إيه 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 انا معك مادة. انا معك مادة. بس سعود الحميد من بدايه المباراه ما تخليها طبعا مادة مادة تقدرون ترتبون اغراضكم وانتم ساكتين تقدرون ما تقدرون ابدا بوليفار سيتي ولا بوليفار يا دحام يا ليل الليل انت احد فقع راسك في العصر احد فقع راسك في العصر علمني قرب 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 ودك تروح بشاش بدل الطاقية لا لا صدق صدق الحين لو جتك اصابة تقدر تروح لا عادي اروح واجل يوم ثاني يعني اخذ تعويض يومين احد بيصوبني مثلا عادي لا ما مخليك تستانس اليوم ما رجلك راح يطلع اليوم اتمشى قبل يجيك ما جاء نواف طيب اسمع اسمع بتتابعون المباراة بال 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 بالجوال هذه عين بالبلي فارد سيتي بالبلي فارد والله ترى الصدق انا ماني بحاسدكم بس شوف اللي بقلوبكم طلع انا ما شفتك اصلا قايم العصر ومستانس الا اليوم شكلك تطلع يعني والله شوف نفسيته أول مرة أشوفها عقب العصر نفسيته زالة. أدر لا أدري إنك تطلع. خلاص روح. بالله قولوا ما شاء الله. خلاص روح. روح بس لا تقولون لا تفعل أتفعل من زين أتفعل روح إن شاء الله يتعطل مطر. طيب وش في أماكن ثانية غير بوليفارد سيتي بوليفارد؟ يا رب وأنت رايحين بصير الطريق معلق كذا زحمة أحمر كله. لا والله يقولون من هنا. إيه تصدمون من غير شرط. ساعة واحدة ما خبيث. لا لا بدون صدمة. عادي تدري تأخير أحسن. لا لا بدون صدمة لا. احمر بعدين يشو يبنشر معكم تاخير احسن عشان واذا غيروا كفره ها ينقطعون بنزين واذا انقطعوا بنزين انا ديت يهرب جعل جوالك يا طفي ما يشتغل لين تعود اسمع دحام دحام ليه
وربغاني ما يقابلك. دحام لا اذا رجعتوا لا تسولف. لا تسولف اي هذه طلبت. ارقدوا بس هذه طلبتنا. عادي يسوي لك فلوه. الحين اكثر شيء قهركم وش انه اذا رجعنا سولفنا. اي اذا احنا ما ندري انا عالم خارجي. لا شوف شوف ما اعرفه والله. شوف لا تسولف قل عادي. كل شيء الا انكم تضايقون ولا الله تنغثون يا اخوي الله شوف دحام يا عيال لكن والله بصور يعني مقاطع وبخصم من نقاطي وبدخل بس اوريكم المقاطع اطلع انت شوف تبي اقهرك زياده بصور مقاطع كذا تدخل بنقاطك انت تدخل الجوال تورينا بكسر الجوال بكسر بكسر لا 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 لا, لا. يا رب ان الجوال يخرب معك ويخرب سناب ويخرب التويتر لا بالله بالله يخرب التيك توك لا لا ما حد يعرف يخرب اليوتيوب لا لا مده يوم بس اليوم ذا وعقبها عاد يشتغل لا لا عاد لا ان شاء الله خذ 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 خذ, 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 خذ الفيديو الثاني ذاك وتوكل على الله انت وياه هذاك يعاند هناك اي وانا هنا دقيقه خليني اشوف ايوه نرجع في ما نبي تشكيله خلاص نرجع في التحليل تحليل المباراه يا رجال الرجيم يروحون الرجيم يروحون انت قاعد تخطط لنا بالضبط ايش هذا الموجود هذا الموجود هاي بقدر نطلع روح شد عتيبي يعني روح ناصر حربي لو تروح لمدري من ما حد مطلعك اقل شيء نبي تعويض يحطون لو انت المباراه هنا اخوي المباراه المفروض ان نتابعها هنا هذه المباراه للمنتخب مهمه مباراة في دور 16 في كأس آسيا شيء مهم للمنتخب يعني لو إنها بس خذ رجيتك عادي على طاري على طاري على طاري مباراة المنتخب والله الربع تذكرون مباراة السعودية والأرجنتين إيه كنت بالعيادة السلام. الظهر كانت المباراة الله كنت بالعيادة إيه ساعة واحدة كذا ما انتهت إلا الساعة 3 أو شوي المهم كنت بالعيادة جتني حالة قاعد أعالجه هو ساكت وأنا ساكت هو يتابع الجوال وأنا أتابع الجوال يوم جاء هدف صالح الشهري اول هدف اقسم بالله وينقز هو يندرب تصيب ينقز برجله وانا انقز معه اخر شيء وقفنا العلاج شوي قاعد انت بالمباراه اقسم بالله المباراه ذيك مباراه والله ما عمري جتني نشوه فرح مثل المباراه ذيك ما راح ينساها اي سعودي وصوتي راح انصدمت خصوصا حق هدف سالم هدف سالم يا الله نواف لعبه جمع طاعه طارت سالم سحب سحب سين والله وغير على اعصابي تصدقون اكثر شخص اقول لك هدف اكثر شخص راح لل لا ورجع من هدف سالم جيت مضروبه اكثر شخص استانست له كيف اكثر شخص استانست له انا يا عيال عمر رجع هذا صار اكثر شخص استانست له ان شاء الله يا دحام ان شاء الله يخرب جوالك يا ربي خرب جوالك ان شاء الله تضيع رمز السناب ما عاد يدخل ولا حكومه على هذا السناب ما ولا جاكو هو طلع تكفي ايش انت ماسك طلع بدون جوال والله ما تسوى لا والله تسوى والله ما تسوى والله مجمع زي البوليفارد هذه والله ما تسوى شوف بالجوال انا العرب وتشوف المسلمين جوال يا ولد الجوال سعودي 50 يوم ما شفت ادمي ما غير مقابل وجهك ادري انا 53 يوم غير مقابل وجهك وياه كل يوم متعب ثايب جايين روح الناقه انت متعب ثايب تعال يجيكم حبي ولا مشي ولا اي مستوي تعال هذا اتحداه يعدد 5 تعال طحس ايه طولك ما يحلك انك تمشي ها ابد منكم طولك ما يحل انك تمشي تحبي الحين حبيت والله راسك تعال ما عزمن علمنا تشكيله المنتخب اتحداك تعدد 5 من ذا اقول كان لاعب كوره يسالني يا من ما عدد 5 اجل ابغى اغششك بواحد ها سامي جابر نوف التمياط كمل هذا على وقتك انت يا ابو طيب علمنا بخمسه من لعيبه المنتخب صدق ولا طقت صدق لا اعطني تشكيل لكن تعرف صدق اعطني تشكيل احنا قالوا واحد خمس تشكيل كل واحد كتب دقيقه خلي يقطع اعطينا خمسه انا اعطني خمسه من لعيبه المنتخب لا علي اتوقع احمد اليوم اي يلا 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 المهاجم بدون استهبال بدون استهبال احنا جالسين نتوقع تشكيله المنتخب الحارس 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 ها يلا خلينا بدوري لان خافي حارس خافي دعي لا لا ها
عويس يلا راح عويس. طيب الدفاع. الدفاع نجامي. نجامي العمري يا ولد. نصراوي. لا 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 تبغى التشكيله اللي انا اتمنىها تكون اليوم. يا نجامي غنام. سلطان غنام. سلطان غنام. إيه. الاكستريس ابليهي. طيب ابليهي 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 طيب طيب ابليهي ابليهي خلاص ابليهي يلا بشيل الجامي ابليهي. وهنا يسار سلطان غنام. يمين ياسر الشهراني. ممتاز. كلهم جهه واحده. راح اخلص عرفت. اللي هنا قدامهم بحط شو اسمه الخيبري. الخيبري كمل سامعك. اما الخيبري ولا بحط اصليهم؟ لا الخيبري افضل. الخيبري تمام. الخيبري اصليهم هجومي. اي بس اسمح كمل. يمين هنا بحط ايمن يحيى. ما يقوله والله. والله ايمن يحيى انه صدق جابه. والله ايمن يحيى لعب. وبحط ايمن يحيى يسان الدفاعين بس مشكلته. كمل كمل. وبحط سامي النجعي يسار. بس ما تحط سامي النجعي. حلو. وما انا صانع لعب. صانع لعب يا طويل العمر السلامة. سلمان كنو. والله سلمان يحبه انا صدق. بخلي سلمان يخرج. عشان تحبه بس. والمهاجم السهلاوي. لا ها مشكلة ما عندنا احنا مهاجمين. طيب سالم. ها سالم صدق الراح. حط سالم. حطه مكان من؟ مكان النجعي. النجعي. شوط شوط. سعد الحميد طيب الراح. سعد الحميد والله يحبنا. يلا شيل ذا اجل. حط سعد الحميد. بلا كيف التشكيلة يا تشكيلة المنتخب النصراوي. والله الحمد لله انك ما انت مدرب. اول شيء المنتخب يمثل الوطن شعاره الأخضر شعارنا المملكة العربية السعودية. ونعم لو يلعبون 11 لاعب من النصر بيض الله وجهه أهم شيء يجيبون الفوز. طيب يلعبون 11 لاعب من الهلال. لا أنت فيك تحيز واضح. لا أنا ما في تحيز. تحيز واضح والنصر. أنا حاولت أساعدكم. طيب عادي أنتم كأس العالم لعبتكم 9 لعيبة وقلنا كلنا المنتخب عادي وفزنا واستانسنا. طيب يا حبيبي. طيب يا تبغون اساعدكم انا ولا هذا لاعب. انا الحين اشوف انت في التحيز ذا. انا الحين يوم مباراه السعوديه والارجنتين يمثل الوطن الهدف الاول من جاب النصراوي ولا النصر. صحيح كلام السعوديه والارجنتين معك. والله هدف الاول ما بسبب صالح الشيري. الهدف الثاني سالم الدين. صح صح. سبع لاعب للنصر. سبع لاعبين للهلال. ليش؟ وكلهم طيب لعيبه يمثلون المنتخب. انا ادور الاصلح والافضل. يا عيال يزي المباراه. والله يا مباراه قسم بالله اسعد يوم مر علي في حياتي. والله اني مثلك اقسم بالله انه جاني خفقان. هلا انا ايوه سعد ايش كم كم عادوا مواصل ما نمت ذاك اليوم وتابعها. يا ولد يا قوه المباراه قوه مواصل الهلال. الهلال لا مواصل البارح وهي العصر ما بالضبط. السعوديه والارجنتين هي سنتين الظهر. من السعوديه والارجنتين؟ الحمد لله الساعه 1 الظهر. 1 الظهر اي 1 الظهر. ما اقول سنتين. سحب على دوامي اذكرها. سحب على دوامي وروح اتابعها. انا تابع بالدوام قسم بالله جاني خفقان خفقان. انا يقول نواف 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 يستلم سالم. لا حاتم حاتم يوم جاء الهدف الاول ميسي ثم جاء الثاني ثم جاء الثالث. هي كلها تسلل تسلل اقسم بالله يا ولد والله المباراه. تخيل يوم فزنا يجي اليوم الثاني اجازه. كنت باقي على دوامي 3 ساعات ينتهي بس سحبتها عشان المباراه. يلا انا جاي انا ذكر الرب عادي خذ ادريك معي. قال اذا ما تبي نحسب لك خصم حق الثلاث ساعات داوم اليوم الاجازه. يوه رحت داوم ودوم. كنت مستانس. ما راح اداوم عندي مشكله. الدينا شلون عندكم الايام ذي؟ والله الدينا منطوره وشوفت عينك عنا بتنخل احذيه والخضار على قدامنا. كملنا والحمد لله على كل حال وعن ناقتنا مربعه. وكل ناقه وراها الامر طيب. الكوره مقيدها. خلا خلا خلا. ترى كملنا ابو نياف ما حنا لا مطر ولا هبو ولا دبو ولا نشم. الرزق عند الله ما حد يجيبه. والخنجر امانيه. ما منعه الله ما حد منعه. اوه طيب انت صاير تضرب بعد بزياده يا اخوي لازم النار. حدثني يا ابو نياف ما هو ما هو فيصل بن نياف؟ والله فيصل بن نياف شخص عادي جاء القريه وعانى له 53 يوم 54 يوم هو عادي. طيب. ما بين ريالتي وما بين قصايد وما بين اخبال وما بين ضحك وما بين هدوء وما بين. طيب لو انت يا ابو نياف طلعت انت من البرنامج ما استفدت شيء ما لقيت عند الجمهور ايش بكم تحطم ولا صدق؟ اخوي اكيد انت تخيل انك 3 شهور تسعى لك في وظيفه وفي الاخير ما تحصلها تبي تجلس تضحك؟
طبيعي انك تبي تحطم، انت تسعى لك كل شيء وبعد ثلاثة شهور ما حصلته، وش تبي تستفيد؟ يعني اذا ما حصلت جمهور. ما حصل جمهور، ما حصلت مركز، ما حصلت هذه اشياء تحطمك شوي. مركز؟ شوف انا اشوف وصولك ستيج النهائي، وصولك ستيج النهائي في زد رصيدك إيه؟ نجاح. ولا انت ما تدري توصل على الستيج النهائي، لا وصولك للستيج نجاح، فما بالك لو تحقق المركز الاول. يا مسلم لا تدينا، لا تدينا، لا نقوم نجلدك. اسمع اسمع كلش عادل ابو نياف، لا قوم عليك. انا اعلمك لا تفاهم معه، انا ما يدخل. يا حبيبي اني من 2015 وانا العب حديد، والله اني لو شقلتك فوق. طيب اسمعني انا اعلمك بشيء، يا تدري الدعوه ما هي عند الحديد ولا هي عند قوه الجسم، الدعوه عند قوه عز القلب. عز يا ابو نياف هي الدعوه. المشكله ان صار ما في قلب ولا في جسم. اذا صار قلبك قوي كلمني، اما اذا صار قلبك رخو لا تكلمني حتى لو انت معضل. طيب اسمع اسمع، المشكله مو هنا، ايش المشكله ان صار ما في لا قلب ولا في جسم. هذه